للحديث عن هذه المباراة وأشياء أخرى في الدوري الإيطالي ينضم إلينا على الهواء مباشرة الصحفي الرياضي عمر بعاج. مرحبا بك عمر. بداية، كيف تابعت فوز ميلان بالأمس على كالياري وعودته للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي والتألق اللافت أيضا من مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش؟ مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. في تقديمك للمباراة أنت قلت التألق المعتاد، وهنا صحيح أحب أن أشير إلى كلمة المعتاد. بوجود إبراهيموفيتش لا خوف على ميلان. لو لاحظنا منذ بداية المباراة الدقيقة السابعة، إبراهيموفيتش بكل ذكاء تحصل على ركلة الجزاء. ركلة الجزاء كان عليها كلام، هل هي صحيحة أم لا؟ برأيي هي ضربة جزاء صحيحة 100%. هو استخدم خبرته عمر ربما في أن يدفع مدافع كالياري لدفعه داخل المنطقة، وهذه خبرة إبراهيموفيتش حقيقة. تماما، هو تحصل عليها بذكاء وخبرة. لا. يعني أخذ ميلان المبادرة في المباراة، وهنا أصبحت الأمور أسهل عليه. يعني من الدقيقة السابعة يتقدم، ثم بنفس العملية الشوط الثاني من بدايته سجل إبراهيموفيتش هدف الثاني من تمريرة مليمترية من كالابريا من الظهير الأيمن، انفرد وسجل، وكان الهدف صحيح حتى الحكم رجع إلى الفار ليشيك الهدف، وكان الهدف صحيح. حسم إبراهيموفيتش المباراة واعتلى ميلان الصدارة وبكل جدارة بعد عمر أود أود أن أسألك بداية عن سر غضب إبراهيموفيتش بعد إحرازه الهدف الثاني، وأيضا كيف ترى تألق إبراهيموفيتش المتواصل بعد عودته من فترة الإصابة رغم تقدمه في السن بالنسبة للاعب مهاجم في نادي كبير كميلان؟ بالبداية بالنسبة لغضب، هو غضب على الحكم الذي حسبه بالبداية تسلل، ولكنه عاد إلى الفار كان منفعل بشدة إبراهيموفيتش كما شاهدنا. نعم، كأنه يقول للحكم أرأيت أم لم أكن متسللا. هذا بهذا الشكل. بالنسبة لتألق إبراهيموفيتش المعتاد رغم كبر سنه، برأيي الشخصي إبراهيموفيتش يعرف كيف يقسم أو يجزئ المستوى البدني أو الحالة البدنية له على مستوى المباراة. يعرف متى يركض إلى الكرة، يعرف متى يمشي ينتظر يريح، يعني يلعب بذكاء. أكيد اللاعب 39 سنة، رغم أنه يعني بدنيا ممتاز إبراهيموفيتش، ولكن بالإضافة إلى أنه ممتاز يعرف كيف يستخدم طاقته على مدار 90 دقيقة. وهو بالمناسبة أصبح في المركز الثاني في لائحة هدافي الكالتشيو برصيد 12 هدفا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يمتلك 15 هدفا في رصيده. أيضا المباراة كانت تمثل كأنها مباراة تاريخية بالنسبة للميلان، إذ عادل أطول سلسلة له دون خسارة منذ اعتماد النقاط الثلاث في موسم 1994 و1995، والتي فاز بها ميلان، وذلك حسب شبكة أوبتا للإحصاءات. لازلنا في إيطاليا عمر، ولكن نتحول للحديث عن بطولة كأس إيطاليا. اليوم تقام مباراة واحدة في دور 16 بين روما وسبيزيا. هل تبدو المباراة محسومة مقدما بالنسبة لروما عمر، أم نشهد مفاجأة من جانب سبيزيا؟ إطلاقا ليست محسومة لعدة أسباب. السبب الأول، روما وكلنا نعرف الديربي، أي فريق يخسر في الديربي سواء روما أو لاتسيو يعاني بعد الديربي عدة مباريات على المستوى الفكري. بالإضافة إلى أن سبيزيا مع مدربها فيتشينزو إيطاليانو يقدم مستويات مبهرة بلاعبين شبه مغمورين. نعم، سبيزيا اليوم سيدخل منقوصا بمهاجمه ونجمه نزولا الفرنسي نزولا، ولكن بشكل عام الفريق يلعب لعب جماعي وقادر على أن يفاجئ روما. بالنسبة لي لا زالت الكفة بكل تأكيد ترجح روما لاجتياز سبيزيا. نعم، نذكر مستمعينا أن فرق ميلان وإنتر ويوفنتوس ونابولي وأيضا سبال نجحت في حجز مقاعدها في دور الثمانية من كأس إيطاليا، وربما سنشهد مواجهات قوية ومواجهات من العيار الثقيل. هل تعتقد عمر أن مباريات كأس إيطاليا والدور المقبل دور الثمانية سيشهد تأهل الكبار، أم ربما نشهد مفاجآت من الفرق التي عادة ما تكون غير مرشحة، خاصةً
أن هناك ميلان وهناك إنتر ويوفنتوس ونابولي كما ذكرت قبل قليل، وربما يكون إسبال هو الحلقة الأضعف في هذا الدوري من كأس إيطاليا، وربما يلحق بهم روما إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي الليلة. الدوري هذا السنة الدوري الإيطالي بدأ بقوة كبيرة، ولو نلاحظ حاليا ثمان فرق، الفرق الأولى ثمان فرق كلها تنافس ويوجد فارق بسيط بالنقاط بينهم، الكل متعطش للفوز بالألقاب، وهذا يعني برأيي الشخصي لا أعتقد وجود أي مفاجآت، الفرق الكبرى سوف تتأهل، وبالتالي سنشهد دور ثمن نهائي سيكون يعني ستبدأ المنافسة فيه على أعلى طراز. في رأيك هل هناك فريق أوفر حظا للتتويج بكأس إيطاليا في هذه النسخة؟ الفرق الـ يعني المرشحة دائما يعني هي اليوفنتوس، الميلان، انتر، نابولي، روما، لاتسيو، هذول الفرق كلها مرشحة. روما له 9 ألقاب، يوفنتوس 10 ألقاب، لاتسيو آخر السنين حصل على الكثير من الألقاب. برأيي يعني حاليا هذا الموسم الفرق الأكثر ثباتا برأيي لحد هذه اللحظة هم انتر ميلان، إيسي ميلان، نابولي، أراهم فرق ثقيلة جدا على أرض الملعب، مع جاتوزو في نابولي، بيولي يقدم مستوى ساحر مع ميلان، كونتي خلق يعني ليس لديه أي مخرج ثاني، لديه بطولة الدوري وبطولة الكأس بعد خروجه من بطولة الشامبيونز ليج، فالتركيز سيكون عليها عالي وبشكل مكثف. انتر دائما مرشح للألقاب، كذلك أرشح ميلان، نابولي، كلهم ممكن أن نراهم يتوجوا بلقب من. وبذكر المفاجآت عمر، أيضا ربما اليوفنتوس نجا من مفاجأة بخروج غير متوقع وحقق فوز صعب في الدورة السابق على جنوى ب3 أهداف مقابل 2، التونسي رفيعة أنقذ السيدة العجوز ربما من خروج المبكر من هذا الدور في كأس إيطاليا. ولكن دعني عمر أسألك عن مباراة أخيرة في دور 16 من كأس إيطاليا، بارما أمام لاتسيو، كيف ترى هذه المباراة ومن تتوقع أن يواصل المشوار في كأس إيطاليا؟ يعني أنا أخذت الجواب من الصديق والزميل العزيز أستاذ عمرو فكري. نعم. هو الأقرب لبارما، خبير في شؤون بارما. نعم جدا. وهو أعطاني أن لاتسيو سيتأهل بشكل سهل، يعني هو أدرى بفريقه. للحديث عن بارما بشكل مختصر وسريع، بارما يعاني جدا جدا أو عانى بالفترة الماضية مع المدرب ليفراني، مدرب بدون أي شخصية، استقطبه بارما ليطور من لاعبيه الشباب وليعطيه الفكر الهجومي الذي كان يقدمه مع ليتشي، ولكن لم يحدث أي طفرة في الفريق، فعاد بارما حاليا لمدربه السابق دافيرسا يعني ليصلح ما يمكن إصلاحه من هذا الموسم. يحتاج 3-4 مباريات لحتى يحقق القليل من التوازن، ولكن أظن المباراة ستكون أفضليتها للاتسيو. في قادم المباريات بالدوري بارما سيتحسن وسيرتفع في سيرتقي في جدول الترتيب. نعم عمر، وربما بارما يعاني من ظاهرة أراها ملفتة منذ الموسم الماضي تتمثل في عدم الحفاظ على النتيجة، سواء الفوز أو التعادل في اللحظات الأخيرة من معظم المباريات، وربما هذه ظاهرة تحتاج إلى الدراسة والتحليل في المرات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي عمر بعاج، كنت معنا على الهواء مباشرة للحديث عن مباريات الدوري الإيطالي ومباريات كأس إيطاليا أيضا، أشكرك شكرا جزيلا.